رايح استاذ؟ ايه شو بيسان خانم نايمة؟ لا مو نايمة، قاعدة هي والست رمزية بغرفة سليم بيك. شوفي كيف دفشوا، شوفي شوفي الثانية حرام كيف زعلة. شوفي مرات شوفي. لكن كيف ماسك اللعبة وعم ياكل بس مشان يمسكها. بيسان حبيبتي أنا خلصت ورايح. لكي لكي هذا لكي بهالمشهد رح يتخانقوا على الهدايا. ما شاء الله كلياتهم صيف. لساتها لهلا عم توجعك؟ حاجة دلع بسيطة بتهون. أصلاً هي كانت تجعني من زمان، عملت لها عمليتين من قبل. لا طيب ليش ما حكيت هيك من أول ما وجعتك؟ وليش عمليتين مو وحدة؟ أنا والله أصلاً ما حكيت لك مشان ما تقلقي حبيبتي، وهلأ العملية ما دخلها كمان. معلش هلأ احكي لي بالضبط شو صار. يلا يا ستي، لما كان عمري 13 سنة طلعت لي نبيرة قد البردقانة بزندي اليسار، قمت من هبلنتي فكرت عضلة وشفت حالي فيها قدام الناس. إيه؟ ومو تارية كانت دملة وكان رح يسوس العظم منها، على شوي كانوا رح يقطعوا لي ايدي. عن جد عم تحكي؟ ايه كانوا بدهم يقطعوا ايدي اليسار. تخيلي انا يسراوي وايدي اليسار مقطوعة. سمعت الدكتور عم يخبر امي وابي انهم ممكن يقطعوها اذا اضطروا، بس حسستهم اني ما سمعت. دحشت راسي وتخبيت تحت الحرام وتميت ابكي للصبح. تقبرني يا عمري. بعدين مرقت الايام بسرعه واجا يوم العمليه، راح ابي معي على المشفى، خدروني الدكاتره، واخر شي علق ببالي وش ابي وهو عم يبكي، بيرجع بيطلع فيني وبيبتسم وبيقول لي لا تزعل يا روحي كل شي رح يتصلح، المهم انت بفديك بحياتي. وبعدها صحيت لقيت حالي ممدد على التخت بالمشفى، طلعت على جسمي فرحت لما لقيتها ما قطعوا لي اياها. قدروا الدكاتره ينقذوني، وابي كان واقف جنبي عم يضحك ومبسوط، هي وانا وصغير. وبعدين مرقت سنين وايام طويله كتير، أنا كبرت وكبرت مشاكلي وهمومي وحياتي كل مالها عم تتأزم لحد ما بقى فيني أتحمله، زواجي وشغلي كمان، حياة كانت بتأسي لحد إني وصلت كمان وأدمنت على الكحول. وبأول سنة من زواجي طلعت مرتي مريضة، كنت أزعل لأنها بدها تموت، تموت وتتركني لحالي. مرة لتعاقبني تركت البيت لأني شربت كتير، وأنا بوقتها كان عندي بيت تاني غير يلي عايشين فيه. وبليلة كنت نسيان مفاتيح بيتي، وكنت مضطر فوت على البيت من شباك المطبخ، وبضربة واحدة كسرت بلور شباك المطبخ كله. أول شي ما حسيت على حالي إني انجرحت، بس لما شفت الدم مملي الأرض وعيت على حالي وصحيت ربطت إيدي بخرقة وطلعت ركض على الشارع، صرت سبسب شوفرية التكاسي لأنهم ما عم يوقفوا يسعفوني. نزفت كتير، كانت إيدي رح تضمر. عم تحكي عن شي؟ وقبل ما ياخد علي البنج تخيلته لأبي وهو عم يقلي لا تزعل يا روحي كل شي بيتصلح، المهم أنت بفديك بحياتي.
وبعد بيومين بس اجاني خبر ابي. هاي العملية الثانية اللي ساويتها وقتها كان عمري 40 سنة، وهلا انا صرت 50، والظاهر رح ساوي عملية ثالثة. طول بالك، لا تفاول على حالك تقبرني، بركي ما بدك عملية روحي. ما عادت فرقة معي بنوب، يلي تحمل كل هالمآسي والهموم رح يأثر في جرح صغير ماله قيمة. هي الله قبل دعائي وتاب علي وبعت لي اياكي، صرت متفائل وصرت حب الحياة والناس وحب مرتي كتير. وقبل ما أفقد الوعي ويأثر فيني البنج بغرفة العمليات رح طمن أبي وقول له إني مالي زعلان، وقول له كل شي بيتصلح، المهم روحك بفديك بحياتي. أنا بفديك بحياتي، تقبرني كل شي رح يتصلح، سلامتك أهم شي وكل شي بيتصلح. فاطمة، إذا صار لي شيء ابني بأمانتك. اليوم معناته مروقة. مراد بده ينام اليوم عند أمه، مشان هيك خليت الصغيرة عندي الليلة. تصبح على خير. وأنت من أهله.